في مطلع الشهر الكريم لا توجد أي من المظاهر الرمضانية في مدينة المكلا بساحل حضرموت، حيث استقبل جل المواطنين شهر رمضان بأحوال صعبة كدرت صفوه وأجواءه. فتدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية أثقل كواهلهم وفاقم من معاناتهم. يعني صراحة رمضان هذا قلت فرحة الناس بظل الأوضاع هذه، بظل أوضاع يعني في كل المجالات، مش إلا وضع الكهرباء بس، وضع المعيشي في البلاد الوضع. لكن نحن آمنا في السلطة المحلية إنها لازم تنظر بعين الاعتبار. يعني المستلزمات الرمضانية الأساسية شهدت ارتفاعا نتيجة هبوط العملة المحلية ما حال دون شرائها، ناهيك عن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يرافقها ارتفاع لدرجة الحرارة، ما جعل هذا الشهر الكريم صعبا على المواطن الحضرمي. استقبلنا رمضان اليوم الأول اللي استقبلناه رمضان، فطرنا في الغدرة، فلحنا في الغدرة، وصلينا في الغدرة، وكله لقيناه في الغدرة، أكثر من 14 ساعة طافية. منذ سنوات كثيرة يعانون، لكن هذا العام عام مختلف من ناحية انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات. للأسف يعني كل عام نشاهد نفس الأسطوانة، نفس الأسطوانة المشروخة، نفس الوعود التي لم نرى لها على أرض الواقع أي دليل ملموس. شهر رمضان شهر له خصوصية، ويحتاج المواطنون فيه إلى متطلبات معينة، لكن إقبال المواطنين عليها ضعيف هذه السنة، بالإضافة إلى تردي الخدمات الأساسية في ظل وعود عقيمة من قبل الحكومة والسلطة المحلية.